سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، انا نقول لكم صحه صيامكم وصحه رمضانكم، ربي يتقبل ان شاء الله. صباحكم بالخير ونهاركم زين، جيتكم بالورد والياسمين ومعايا الفال الزين. الفال تاعك يقول فت على هذيك الجنينه وعجبني نوارها، ياسمين وريحان وورد باهي للوان، وما عاد بصافي داير ويدان. دخلت للجنينه وقعدت في وسطها وكنت فيها سالي نتأمل فرحان، جاتني بشارة من عند ربي خالقها وجميع من طلب ربي عمره لا يرجع خيبان. رفت يدي للسماء ودعوة من قلبي خرجتها لكل من في خاطره حاجة إن شاء الله يرجع بيها كسبان، آمين يا رب العالمين. دونك البنات كما قلت لكم نقعدوا دائما في الوصفات تاعنا التقليدية الجزائرية المحضة، المحنشة. المحنشة احنا نعرفوها، كانوا زمان يعني جداتنا ويماتنا يديروها كبيرة، يعني يديروا وريقة تاع ديول في قلب وريقة ويديروا هذيك الخبزة الكبيرة كما خبزة القطايف. اليوم راهم هادو الميني محنشة تقعد دايما، انا الوصفة قرديتها يعني تاعنا تاع المزهر والقرفة التقليدية. وشنو كاين اسرار يعني في المحنشة؟ كاين اللي ما يقولوش يعني هاد الاسرار، مي كاين واحد زوج حوايج هكذاك كي تعرفوهم المحنشة راح تنجح لكم اكيد. اذا نحن نروح نشوفوا كيفاش جات كروستيونت، جات تدوب في الفم، معسلة، السكر هذاك دايب، يعني صراحة ذوق 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 رائع وبنة كبيرة. دونك عندي شوفوا انا درت هذه تاع 8 حبات، وشنو انا خدمت 16 حبة، يعني درت هذه المقادير جوج مرات، كاس ونص كاوكاو. شوفوا البنات ترحيوه الرقيق، فهمتوني، ما ترحيوش خشين سينو يقطع لكم العجينه. نص اقل من نصف كاس تاع سكر كريستاليزي، نكوها بالقرفه وطموها بالمزهر. هنا لازم تشمخوها مليح، تشوفوا معايا النتيجه راح تولي عجينه. فوالا شوفوا معايا مليح وخليوها، غطيوها بفيلم بلاستيكي. نعرفوا دائما العقده تاعنا لازم ترتاح باش يدوب هذاك السكر مليح مع المزهر والقرفه. اللي ما يحبش القرفه بيان سو يقدر ينكها، ولا لا كنتوا راح تستعملوها لمده طويله. هنا دو بريفيرونس ديروا لافاني باسكو القرفه كيما نعرفوا الدور. فوالا شكلوها، انا شكلتها يعني شكلتها حبيبات هكذايا، 30 حوالي 30 غرام فوالا لكل حبه. شوفوا راح نخدمها، قلت لكم راح ندير زوج وصفات معايا هنايا. هادو الديول تاع الدار، الديول تاع الدار لازم يكونوا فريشكين. ودوك تشوفوا السر اللي راح نديرو لهم قبل ما نبدا نخدم، وراح نخدم بهذه تاني يعني ناجحه، ندير بها البوراك مسلوقه هذه. فوالا قلت لكم هادو الديول تاع الدار، يعني انا جبتهم فريشكين صباح وخدمت بهم العشيه. وشوفوا واش راح ندير لهم. السر اللي لازم ديروه لهم ويديروه اللي يخدموا يعني الطلبيات، يفوروها تو سامبلومون. كي تفوروا هذيك الحبه تاع الديو كي نقول لكم تفوروها يعني ثوانية، ما تخليوهاش طول. شوفوا درتها فوق الكسكاس قسمة تحبط شويه برك هذيك الحبه تاع الديول تاعنا، تحطوها وتبداو تشكلوا عادي كيما راح تشوفوا معايا في الصوره. يعني نبداو نشكلوا الحبه تاعنا تاع الميني محنشه. هاوليك لو بودا، ولو بودا هنا يشوفوا سي اكسبري كسرتو في الوسط، هذه ثاني تاستيس واحده اخرى باش كي تجوا تلويوها يعني ما يقاومكمش هذاك لو بودا التدوار تاعكم. ما ديروهش خشين بيان سور، نون سيمو ما ترحيوهش خشين، والبودا تاعكم ما ديروهش خشين، ديروه رقيق ودوروا الحبه تاعكم كيما تشوفوا بشكل عادي. راح نثبتها في النهايه هنايا كوردون، ولا تشوفوا معايا راح ندير لها واحد لاكول، يعني واحد اللصقه نخدموها عادي بالفارينه والمزهر ولصقوها. فوالا راح تحكم لكم عادي. فوالا شوفوا معايا راني نشكل في حبه ثانيه، راح نلصقها هنايا كيما قلت لكم بالغراء تاعي. دونك هنايا لازم تزيروها الحبه تاعكم، كل ما تزيروها كل ما الشكل تاعها راح يجيكم يعني شباب وراح يكون متناسق. فوالا دونك هذا بالنسبه قلت لكم لازم تفوروها، لازم البودا تاعكم ما يكونش خشين بزاف، يكون رقيق. ولازم الكاوكاو، انا خدمتها بالكاوكاو هنايا، لازم الكاوكاو ولا اللوز تاعكم ولا اي مكسرات راح ديروها تكون مرحيه رقيقه كيما مقروط اللوز. فوالا هاملك جاوني تسع حبيبات هنا، هادو تاع الدار لك تشوفيهم، هادو الديول تاع الدار. باغ كونطخ شوفوا هادي، هادي تاع المسلوقه، راكو تشوفوا راكو تشوفوها يعني الشكل تاعها كيفاش داير. صراحه جات مدت لي نتيجة. انا في البوراك ما نحبهمش هادو المسلوقه، ما كيعطوني نتيجه مليحه باسكو من بعد يولوا طريين،
مي تاع الدار يقعدوا دائما كروستيونط، بصح في المحنشه مدت لي نتيجه رائعه وقعدوا كروستيونط. تقلوهم هنايا عندي هاد الكسرونه مخليتها غير المقروط والمحنشه نقلي فيها، دونك كيما المقروط ترميوها تخلوها تاخذ تحميره شابه، تخرجوها من الزيت قباله ترميوها في العسيله تاعكم اللي تكون بارده وتشربوها. بيان سور تخلوها تشرب، ما تطولش بزاف كيما المقروط، تحطوها يعني راح تشرب لكم وتعاودوا تسقيوها من الفوق قبل ما تحطوها بيان سور في لي كيسات. فوالا دونك هذه بالنسبه لطريقه الطهي تاع المحنشه تاعنا. قلتكم تقدروا كيما العسيله تقدروا تخدموها نتوما وحدكم، انا خدمت بالعسيله تاع الزنقه تاع المرجان، شوفوا مباشره يعني نخرجها ونحطها في ما تقلوهاش في مقله، اقلوها في حاجه يعني تكون بروفوند يعني غامقه. زينوها كي ما تحبوا البنات باللوز ايفيلي بالكاوكاو باللوز هكا مكسر بالبيستاش، انا كان عندي شويه بيستاش ولا صدقوني شريت كميه يعني صغيره في بدايه رمضان، ما زالت لحد الان هي واللوز والكاوكاو اللي شيتهم مازالني لحد الان ندير بهم الوصفات تاعي. دونك هذه لا كنت تشوفوا فيها نشبح فيها، هذه تاع الديول تاع الدار. فوالا شوفوا يعني النتيجه كانت رائعه، الذوق كان حاضر. على بالكم بلي الطاوله تاعنا تاع رمضان يعني ما تخلاش من هاد الوصفات التقليديه تاعنا اللي لازم دائما نقول لكم نحافظوا عليها ونمدوها، يعني الجيل يمدها الجيل، هذا هو الاساس. فوالا والصوره دوك راح تشوفوها معايا الثانيه اللي هي المحنشه اللي خدمتها بالديول تاع الاندستريال هذوك المسوقه هاي ليك تانيت، يعني مدت جوني تسع حبات تانيت شبحتهم كيما راكم تشوفوا تانيت بالبيستاش، هذيك اللي في الوسط درت لها شويه كاوكاو تانيت اللي درتو في حشوه. فوالا خرجت يعني ذوق رائع صدقوني البنات، ونكوها بالمزهر والقرفه لا كنتو حتاكلوها يعني في هذوك اليومين. فوالا دونك ان شاء الله تعجبكم الوصفه، انا نقولكم جربوها وعاودوا لي ليا في لي كومونتير وقولوا لي واش رايكم في الوصفه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، لعجبتكم دائما كيما نقولكم لايكيوها وخليو لنا تعليق. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، قعدوا دائما في المتابعه. صحه فطوركم ومع السلامه.